بتحب تضحك منه. أول حاجة عملت ايه في الامتحان؟ كان عندك فيزياء ولا تاريخ؟ فيزياء طيب الامتحان كان عامل ايه؟ كان زي الزفت، ولا ليه علاقة بالمنهج ولا قانون أصلا من ورقة المفاهيم استخدمناها في الورقة أصلا، وحاجة في منتهى البشاعة. الامتحان زي الزفت، ولا ليه علاقة أصلا بمنهج الفيزياء، ولا ليه علاقة اللي درسناه بتسع شهور ده كله، ولا ليه علاقة خالص، ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. كان في كام حوالي سؤال صعب؟ الامتحان نص صعب، الامتحان كله صعب أصلا، والمقالي زي الزفت، وكل حاجة زي الزفت أصلا، ما أنا مش عارفة أحل حاجة. أنا بقيت بحط أجوبة كده أنا مش عارفة، عشان خلاص عمال يقول له أنا بلم الورق، هلم الورق، بقيت بحط أجوبة وأنا أصلا مش عارفة هي صح ولا غلط أصلا. طيب الوقت ما كانش كافي معاكي برضه؟ ولا الوقت كان كافي، ولا الأسئلة أصلا تتحل عشان تاخد وقت حتى. لا بس قعدت احط اي اجوبه انا مش عارفه حتى هما صح ولا غلط. يعني في كان نص الامتحان غير مباشر؟ ايوه مفيش، ملوش علاقه اصلا. ده انا قاعده طول السنه بذاكر قد كده فيزياء، ولا ليه علاقه خالص بالمنهج. طب زمايلك نفس الكلام برضو؟ ايوه طبعا، احنا كلنا خارجين من اللجنه عمالين نعيط. اللجنه كانوا شادين عليكم فيها؟ ايوه كانوا شادين قوي اصلا، حتى مش عايزه اقول لك ان احنا كان في اكتر من كذا واحده عماله تعيط، وفي واحده ما قدرتش تاخد نفسها وداخت، واللي ما كان عمالين ينهاروا اصلا، وكل اللي انت شايفه دول عمال يعيط، ده حاجه توترك غير اكتر من الامتحان كمان.